من تابع ببيروت وفقر التغذية لليوم مع اختصاصية التغذية لانا عريسي. أهلا وسهلا فيك عن جديد لانا. بونجور. لانا بنحكي مثل ما ذكرنا بداية لقائنا عن أهمية السحور. أكيد. لأنه بالفعل يمكن شيء كتير مهم كمان نعرف نختار شو أنواع المأكولات وعن شو لازم نبتعد. أكيد. هلا حبلش بسؤال كل بيسألوني إياه بالعيادة، بيقولوا لي خلال شهر رمضان، لأنه أكيد نقعد وقت طويل بلا أكل، هل نخسر شيء من عضلاتنا؟ اكشلي نحن لما الانسان يكون يقعد بلا اكل، اول شغله بيروح منه الجلوكوز، يعني بيستنفذ مصدر الطاقه من السكر من جسمه. نعم. اند الجسم دغري بيعمل شفت على الفات. امتى ببلش يروح من الماسل ماس؟ لما نفوت بشيء اسمه ستارفيشن مود، يعني الجوع مثلا ببلش بعد يومين ثلاثه. من هون اهميه السحور، لانه نحن لازم نقسم خلال 24 ساعه وقعاتنا، مش بس على الافطار، لازم كمان ناخذ السحور. السحور له اهميه كمان. اكيد اكيد. بلس انه السحور نحن هلا نهارنا تقريبا 16 ساعه هالقد تقريبا، سو نحن وي نيد، يعني السحور هو اللي حيعطينا مصدر الطاقه خلال اول كم ساعه من النهار. صحيح. مشان هيك اهم شيء تسالوني شو لازم يكون في بالسحور، اهم شيء اهم شيء يكون في مصدر نشويات، بس مش اي مصدر نشويات. هذا المصدر النشويات نحن على طول بنقول بليز لازم يكون مصدر نشويات عالي بالالياف، يعني قمحه كامله، شوفان، شيء من الحبوب. انا كمان جايبه معي حبوب هون، مثل الفول. مثل الفول، بس الفول ما بيعطيش العدس. اكزاكتلي. هلا نحن هيدا حنوصل على البارتس تبعيتها. أوكي. بس عم نحكي بس على النشويات. يعني انا هون جايبه معي مناقيش، معموله العجينه بقمحه كامله. أوكي. حتى نحن زايدين على الزعتر حتى نعملها شوي غنيه بالاوميجا 3، زايدين جوز ولوز، حبه البركه وبذر الكتان. اوكي. هلا في ناس كثير ممكن ينزعجوا من الزعتر، بس اتس انديفيدجوال، يعني من انسان لانسان، عشان هيك كل انسان لازم يعرف حاله شو ممكن يزعجه. يعني مثلا ساشا بيزعجك الزعتر، اكيد بنروح دغري على الجبنه. أوكي. اوكي. بس لاحظوا البورشن، مش يعني نحن اذا بدنا نتسحر لناخذ طاقه ناكل كثير. اللي عم بيصير، عم بيصير في بانيك بالنسبه للناس، خايفين مالكي جعتين نهار لازم كتر على السحور، بس هو شيء بضر، خايفين من الايام، من الوقت الطويل للصيام. سو ذي هاف تندنسي انه يصيروا ياكلوا كثير اكثر، وهيدا غلط، لانه انت لما تاكلي كثير اكثر يو ار ديسربتينج الفانكشن تاعي جسمك، جسمك الانسولين كثير بيعلى، بلس انه حترجعي تجوعي بعدين. إيه، لانه بتحسيها، يعني بس تاكلي كميات كثير كبيره خاصه على السحور بتحسي خلال النهار انه جعانه كثير، بترجعي بتجوعي. صح. ديفنتلي. مشان هيك بريكفاست از امبورتنت، بريكفاست او السحور كثير مهمين، بس مش يعني ناكل زياده عن طاقتنا. أوكي. مش يعني حنخزن، يعني بطريقه معتدله. انا اوريدي قلتها اول مره وهلا كمان حنرجع نقولها، انه الجسم الانسان اللي عنده وزن مقبول عنده انف مخزون بجسمه طاقه انه يقدر يستوستين كل النهار. بلس لما نحن عم ناخذ افطار منوع، افطار اكيليبري وسحور اكيليبري في كل شيء، هذا لازم يخلينا صحتنا منيحه، انرجي منيحه، حتى بنقدر نعمل سبور وهلا حنحكي كمان فيها. بيعطينا احساس بالشبع هيك بنضاين لساعات كمان اطول خلال الصوم. سو قلنا اول شغله هي ننتبه كثير مصدر نشويات. اوكي. مع الياف مثلا اذا نحن عملنا منقوشه ننتبه على الكميه، يعني عاده المنقوشه عم بتكون شيء كثير كبير. بس هون الزيت كيف معمول فيها؟ لانه الزيت ممكن نحن ما حاطين كثير زيت، اكشلي خالطين شوي، يعني هي فيها معلقه زيت اكزاكتلي هيدي المنقوشه، خالطين فيها مع مي. اوكي. حتى نقدر نخفف، نقدر نمسح الزعتر. صح. ونرجع نذكر انه كل واحد حسب معدته او حسب هو كيف بيرتاح، شو الاشياء اللي بتضايقه والاشياء اللي ما بتضايقه. 100%. اوكي. اور مثلا شقفه خبزه، انا عم بحكي كمان وذن عملنا شيء جنرال اللي هي ال 1300 كالوري اللي بلشنا نبيض ورجينا الافطار تبعيتها كيف بتكون، او شقفه خبزه هالقد اتس مور ذان باجيت. اوكي. باجيت سمراء. اوكي. اوكي. طيب على طول نحن قلنا انت او سوري هيدا كمان الحبوب، مصدر النشويات بالحبوب كثير، اول شيء غني بالبروتينز وغني بالالياف. نحن ليش نحن بحاجه للالياف؟ نحن بحاجه للالياف حتى يمد شعور الشبع لوقت اطول، بنحس حالنا وي ار فولر، بيساعدنا على فوته التواليت، بلس انه الالياف ممكن تعمل كنترول على الجاستريك اسيد اللي عم بيطلع. بس حتى لي كمان نقدر
نقدر نتحمل الالياف بهالكميه هيدي مشان تقدر تعمل نيوتراليزيشن للغازات لازم نشرب كثير سوائل مي اكيد مي حتى اللي كمان نقدر نسيطر على شعور النفخه كمان اوكي سو ان كومبينيشن على طول تذكروا لكم 1300 كالوري كل وقعه كل وقعه لازم يكون فيها غير النشويات مصدر بروتين صح and اذا انتبهتوا هون نحن ببلدنا بالميدل ايست ناخذ مثلا مصدر البروتين هو اجبان وقلبان اكيد لازم تكون قليله بالدسم بيضة بتعطينا كالسيوم وليت لي اخر دراسات عم تحكي عن الكالسيوم قديش بيساعد بالضعف اوكي بلس ذا بروتينز اللي بقلبه قد ايه بيساعد مع الكومبينيشن تاعيت الكاربز بتساعدنا نشبع كثير بس كل شيء اسمر من ناحيه الخبز نعم. او الشوفان كمان ممكن نحن نتناوله يعني ابتعدنا عن الخبز الابيض الخبز المرقوق اكزاكتلي ابتعدنا عن كل شيء ابيض أوكي. عن كل شيء سكر اوكي لانه هيدول بيعملوا لنا اول شيء بتتعب كثير لما تاخذي مصدر سكر بيعلى كثير الانسولين انت بتتعب كل النهار مشان هيك it has to be high fiber please okay. يعني هيدا please ما قادرة أقول أكثر إنه عن جد لازم ننتبه إنه نبعد عن كل شيء خبز الأبيض وسكر كل شيء white bread okay. أوكي طب لأنا في شيء أساسي لازم كل شهر رمضان ناخده على السحور كيف التمرة على الفطار definitely اللي هي قلنا مصدر النشويات هيدا كل يعني كل يوم فينا نتسحر هيك exactly okay. plus أنت قلتي إنه الفول ممكن يزعج أكيد في individuals الفايبرز اللي بالفول ممكن يزعجهم مشان هيك من قيمهم واللي ممكن يزعج بالفول اكثر هو وجود الثوم مشان هيك من قيم الثوم لانه بيعطش وثاني شغله اللي قلنا بدنا كثير نتجنبها هي الملح اوكي بليز يعني 1 2 3 بنحط نشويات مصدر بروتينز مصدر الياف عالي جاي من الخبز اللي هو هول ويت او من الحبوب أوكي. او حتى من الخضره اوكي اوكي ثالث شغلة نبتعد عن الملح أربعة عطول نفوت مصدر بروتينز عنا بالسحور هلأ بالبلاد الخليج هن بيحبوا كمان بيفوتوا مصادر بروتين حيوانية مثل لحمة أو دجاج يعني ممكن يأكلوا وجبة عند الصبح كمان كتير منيح as long as هي ما بتزعجون بس بليز طريقة الطبخ again منذكر بدها تكون كتير قليلة بالزيت بالملح وبأي شيء مضاف كمكعبات وهالقصص هيدي حتى لي ما الدايجستيف سيستم تبعيتهم الجهاز الهضمي يتحمل لانه لما انت تاخذي كثير زيت هذا هو اللي بيسبب لك الحرقه خلال صح النهار صح اوكي بدي اسالك عن الرفلو كمان اكزاكتومون هذا هو اللي بدنا نقوله أوكي. ان كان على السحور ولا على الافطار بليز غير انه كنا عم نحكي انه رمضان مناسبه انه نقدر نخفف من وزننا لانه مثل ما كنا عم نحكي اول شيء انه الجسم بيعمل شيفت من يوتيلايزيشن تاعت السكر يستعمل السكر كمصدر طاقه ليصير يستعمل الدهون كمصدر طاقه اوكي سو اتس ا فيري نايس اوبورتونيتي انه الانسان يقدر يخسر وزنه اذا اكلنا مأكولات صحيه هالدهون لحالها يعني حيحرقها الجسم طول ما عم ناكل دهون طول ما عم تتكدس ما انت عاده يعني لما عم بتصومي عم بتخففي تقريبا وجبه خلال النهار وعم تخففي مصدر كالوريز اوكي وهو هيدا شهر الصيام بالذات يعني نحن مش كل ايام السنه نحن بالعكس نحن بنقول نحن بدنا 5 ميلز ا داي خمس وجبات حتى يضلوا الميتابوليزم جوينج اون بس خلال شهر الصيام الميتابوليزم تبعنا ادابتس يعني بيتاقلم مع هيدا الطريقه النظام الغذائي حتى يريحك يعني مشان هيك نو بانيك اتاكس مش حتجوعوا دونت وري جسمكم عنده كفايه طاقه انه يقدر يهدي كل النهار بس على شرط ناكل بطريقه معتدله السحور يكون كثير هيلثي يعني بالانس مثل ما شفنا والافطار يكون بالانس اوكي كنا عم نحكي عن الخضره واهميتها كمان اكيد الخضره واهميتها مشان الالياف اوكي بلس مشان المعادن والالكترولايتس لانه نحن خلال النهار حنتعرض كثير للتعرق ويظهر منا الكترولايتس صحيح مشان هيك الخضره هي مصدر بتعود. مصدر مينرالز فيتامينز بلس الخضره مصدر مي اوكي مصدر مي مشان هيك لازم كثير ناخذ خضره ان كان انتبه تتذكروا وقت الافطار حطينا اول شيء غير المي حطينا شوربه خضره بلس حطينا صحن فتوش كثير كبير لانه بالفعل نحن بحاجه لهالالياف بحاجه للفيتامينات والمعادن حتى خلال النهار نروح هالمشاكل اللي نحن ممكن نتعرض لها والفواكه هلا كمان نيفين الفواكه كثير مهمه هي مصدر الياف هي مصدر فيتامينات ومعادن بس هي مصدر سكر
يعني نحن إنسان ما بحاجة أكثر من قطعة لقطعتين فواكه. As long as أنت عم تحترمي هذا الشيء it's very good. بس شو بيصير فينا؟ يعني أنا بعدني عم بقول فواكه it's okay. بس إذا بتتذكروا الحلو اللي عالي بالسمنة الحالي بالسكر السكر simple sugar الفواكه لما نحن ناخدها السكر بوجود الألياف نزلت من وطئتها على 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 الليفر يعني على الجسم كلياته يعني ما دغري طلعت بالدم يعني بتمرق عبر الكبد حتى تطلع بالدم تظهر بالدم عشان هيك حتى دايابيتكس فيهم ياخذوا قطعه قطعه او قطعتين فواكه خلال نهار الصيام اوكي مش اكثر يعني لا هلا شو المشاكل اللي نحن بتصير معنا خلال نهار الصيام شو ممكن نعمل اول شغله كنا عم نقول انديجستيون يعني بنصير مش عم نقدر ما عم نقدر نهضم طب شو اول سبب ما نقدر نهضم هو كميه كبيره واحد بليز خففوا كميتكم اجين يعني لاحظوا يعني يمكن لنا يمكن شغله شوي نفسيه انه لازم ناكل عصفور بدنا نطمن المشاهدين انه ما ياخذوها نفسيه انه لازم احلى ما نجوع بكره بالعكس اذا كانت الكميه معتدله هي احسن اكزاكتلي اي ام كونفيدنت يمكن اول يوم حياكلوا الثاني ذن حينتبهوا انه لا في بيقدروا يوقفوا معي يعني كل انسان انا بقول انا بامن كل انسان هو الدايتيشن تبع نفسه بس بده يسمع لبطنه لانه بتفهمي على جسمك اكثر وبتعرفي شو اللي بينصحك وشو بيضرك اكزاكتلي وبتحسي شو بيزعجك يمكن مزبوط. كمان لكن لانا كنا عم نحكي عن شي نقطه كثير اساسيه اللي كنا عم نحكي عنها انه نخفف كميه الاكل كمان الالياف لازم تكون موجوده لانه بتسرع عمليه الهضم مزبوط الالياف غير انه لا الالياف ما لها علاقه بعمليه الهضم الالياف لها علاقه انه اول شيء تعطيك شعور شبع انه تساعدك تهضمي وتفوتي على التواليت اسرع بلس الالياف هي بتساعدنا انه نعمل كنترول على الجاستريك اسيد اللي ممكن يطلع خلال النهار لانه انت صايمه اوكي سو كنا عم نقول مشان الهارد بيرن والانديجستيون انه ما ناكل كميه كبيره ما ناكل بسرعه اكيد كما يصير عنا رفلو اكيد هذه على طول بنقولها بليز خلال الصيام وبرات الصيام بس بالصيام اكثر بدنا ناكل على مهل يعني اللقمه بدها تبرم 20 مره المضغ تكون موجود لانه بدك 20 دقيقة بين ما انت تاكلي ويعطي سينيال الدم يعطي سينيال لساتايتي سنتر براسك انه وصل له اكل اكيد فبتكوني اذا اكلت كثير بسرعة اكلت كثير كمية اكبر ما انت بحاجة رح ترجعي تجوعي كمان وما بدنا ننسى نكتر مي كثير دفنتلي بلس اخر شيء بدنا نقوله بليز ما دغري ننام ورا ان كان السحور او الافطار نعطي حالنا تقريبا شي ساعة حتى لها الجسم يهضم اوكي اللي كمان بدي اقوله it would be a very nice idea انه بعد الافطار مثلا نروح نمشي شوي هلا مش دغري ورا الافطار لانه جسم كمان بده شي ساعه حتى يقدر يعني الدم بده يفوت على المعده ما منه فاضي يروح على العضلات سو فينا ننطر ساعه نرجع نعمل بس بوكينج نعمل حركه معينه اكزاكتلي لانا شكرا لحضورك معنا شكرا على هالنصائح الغذائيه يعطيك الف عافيه بنشوفك عن قريب اذا الله رد ثانك يو